الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى المؤتمر الذي سيعقد في باريس والذي يستنهض الرأي العام ليعرف حقيقة النظام الإيراني الذي يتستر بستار الدين ويمارس الظلم على أهله ومجتمعه وشعبه ويضطهد أولئك الذين يعني منذ تاريخهم الأول وهم يدافعون عن وطنهم وشعبهم ويدافعون عن دولتهم التي اغتصبت من قبل النظام الملالي في إيران، والذي يمارس أبشع أنواع الردع والظلم والقهر بحقهم وبحق الذين يعارضون هذا النظام الذي يعني قمع بفكره الدكتاتوري كل أنواع الحرية والديمقراطية، ويعني نمى ثقافة العدوان وثقافة القوة والهيمنة والتستر والتزيف باسم الدين وباسم الإسلام والتشيع. وها هو الآن ما زال يمارس هذه الغطرسة ليس فقط على الشعب الإيراني الذي أصبح في حالة المظلومية، إنما يمارسه على كثير من الدول التي نجح في خلق أدوات له ليستخدمها في بسط سلطته وهيمنته على هذه الشعوب المقهورة والمظلومة. إن الدعوة إلى هذا المؤتمر الذي دعت إليه حركة المجاهدين إنما هي دعوة يعني نعتبرها واجب إنساني وأخلاقي، وينبغي أن يعني ينسجم الإنسان مع هذه الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم والأئمة عليهم السلام أوصونا أن نرفع الظلم عن الناس، وأوصونا أن نكون إلى جانب الحق، وأوصونا أن لا نكون إلا إلى جانب المظلومين وقضيتهم. وهؤلاء الذين عرفتهم منذ زمن لم يعني يبخلوا بأنفسهم وبكل ما أوتوا من قوة في سبيل الدفاع عن وطنهم وفي سبيل الدفاع عن كرامتهم، وهم يتمسكون كل يوم بعد يوم بقناعاتهم السلمية والديمقراطية من أجل التغيير في إيران ومن أجل إسقاط نظام البطش ونظام الظلم وإقامة نظام عادل مدني يحترم حقوق الإنسان ويحترم السلم ويحترم الناس ويحترم حياتهم وحقوقهم. لذلك أنا الآن أتوجه إلى كل إخواني يعني وإلى كل القيمين وإلى كل الذين هم في مواقع المؤثرة أن يلبوا دعوة السيدة مريم رجوي والفريق العامل، وأن يشاركوا في هذا المؤتمر، لأن يعني كما قلت منذ قليل المشاركة في هذا المؤتمر وفي هذا اللقاء فيه دعم للإنسان وفيه دعم لقضية حقوق الإنسان وفيه دعم لأنفسنا كي يستقر العالم في ويصبح في حالة سلم وطمأنينة، وهكذا نكون قد تصدينا لمؤامرات البطش التي تطيح في عالمنا لا سيما في منطقة الشرق الأوسط والغرق في مستنقعات الحروب. إننا نريد أن نتعايش مع الذين يريدون السلام في العالم، إننا نريد أن نتعايش مع الذين يمتلكون الحب في قلوبهم. لذلك أدعو الجميع إلى المشاركة الفعالة وإلى أن يكونوا حاضرين بقوة وأن يقولوا كلمة الحق في وجه سلطان جائر ولا يخافون إلا من الله سبحانه وتعالى.